بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعضاء وزوار قناة مكاسب الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة نورة إيلي امرأة سويسرية أبن عن جد، وهي ابنة طبيب السويسري الشهير إيلي فيشنتياغير للأصول الألمانية. أسلمت نورة وهي بعمر 18 سنة ولبست النقاب وهي دون 20 بسبب معاناتها من مضايقات الشباب لها بسبب جمالها، وحصلت على الدكتوراه في علم الأديان من أرقى الجامعات السويسرية، وهو ما جعلها تتحول إلى داعية إسلامية، وأسلمت على يدها عشرات النسوة في سويسرا وألمانيا والنمسا. نورا تعد من أشد المدافعات عن النقاب وتعدد الزوجات في سويسرا، ولعب دورا محوريا في إسقاط قانون منع النقاب فيها. قالت نورا في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الألماني EBD: قبل أن ألبس النقاب كان الشباب يعاملونني كسلعة ولم يجذبهم وجسدي، أما بعدما لبسته فأصبحوا يعاملونني كامرأة. تمسك نورة بنقابها جعل الإعلام الغربي يحرض عليها ويعمل على تشويه صورتها، لكن دون جدوى ولله الحمد. نورة امرأة ذات مال وجمال وعلم وحسب ونسب، ولكن كل ذلك لم يمنعها من لبس النقاب وتباهي به. فإن من يتمسك بهذا الدين سيلقى من الناس مضايقات، يلقى منهم احتقاراً، يلقى مطاردات، يلقى أمورا كثيرة، فعليه بالصبر على دينه، فإنه يأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. لشدة ما يلقى من الناس فلنصبر على ذلك، نوطن أنفسنا على ذلك مهما كلفنا الأمر، ما دمنا على الحق وهم على الباطل.